أهلا بكم من جديد. في إطار جهود بورصة البحرين الدؤوبة في مجال دعم المساواة بين الجنسين في بيئة العمل وتمكين المرأة في أسواق رأس المال، نظمت بورصة البحرين فعالية قرع الجرس تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة. وقد قامت كل من الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين السيدة نرجس جمال ومدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي السيدة عبير سعد بقرع جرس بداية التداول، وبحضور سعادة محافظ البحرين المركزي رشيد محمد المعراج والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بجانب عدد من المسؤولين والقيادات النسائية من الشركات المدرجة. وتهدف فعاليات قرع الجرس التي تعقد خلال شهر مارس لتعزيز الوعي في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا وفرص دعم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بهدف تحسين ممارسات الاستدامة. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن عزم مركز الاعتماد الخليجي على عقد المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 19 و20 من مارس 2019 بفندق راديسون بلو، برعاية من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني وبحضور المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي أحمد بن معطي المطيري. ويعتبر المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد هو الأول من نوعه في مملكة البحرين، حيث يستهدف الجهات الحكومية الرقابية والتشريعية وأجهزة التقييس الوطنية والجهات الأكاديمية والبحثية ومختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وغيرها. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.15% بإقفال عند مستوى 1409 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,251,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,394,000 دينار تم تنفيذها من خلال 84 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8582 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.66%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4997 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 3.69%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4074 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2%. أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية عن إصدار طلبات تأهيل العروض لمشاريع الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تشمل 7 مشروعات للطاقة الشمسية والكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجاوات وبحجم استثمارات مباشرة تقدر ب 1.51 مليار دولار. وجاء الإعلان على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار خلال يناير الماضي، حيث لاقت الطلبات استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية. وتعكس معدلات الاستجابة المرتفعة من قبل الشركات مدى جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في السعودية محليا ودوليا، والرغبة في المساهمة بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.
أكدت وكالة موديز استقرار النظرة المستقبلية للبنوك السعودية على مدار فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة، إذ أن الدافع الرئيسي للنظرة المستقرة هو الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي هذا العام، والتي ستدعم الاقتصاد السعودي. ونتيجة لذلك ستستقر القروض المتعثرة وستظل الأرباح قوية، حيث توقعت موديز أن تستقر القروض المتعثرة للبنوك السعودية عند نسبة تتراوح بين 2% و2.24% هذا العام بعد ارتفاعها لسنوات عدة. وأشارت الوكالة إلى أن ربحية البنوك السعودية ستبقى قوية عند 2.2%. وأشارت موديز إلى استقرار مستويات الديون غير العاملة لدى البنوك السعودية في الفترة المقبلة. كشف سوق دبي المالي في بيان له عن صفقة كبيرة مباشرة تمت على أسهم شركة أرامكس الإماراتية بنحو 603 ملايين درهم وبحجم 147 مليون سهم بسعر 4.9 درهم للسهم الواحد. ونتيجة هذه الصفقة تكون شركة أستراليا بوست ترانزاكشن سيرفيس قد تخرجت بشكل كلي من شركة أرامكس بحسب بيان سوق دبي. وبعد الإعلان عن الصفقة ارتفع سهم أرامكس بنحو 10% خلال الساعة الأولى من جلسة الأربعاء 13 من مارس، وصولا إلى أعلى مستوى له في نحو عام. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة نيفيديا الأمريكية للتكنولوجيا تستحوذ على شركة ميلانوكس المصنعة للرقاقات الإلكترونية والحواسيب الخارقة. قال مسؤول أمريكي إن العقوبات على إيران حرمتها من إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار منذ عام 2017، مشيرا إلى أن العقوبات منعت طهران من تصدير 1.5 مليون برميل نفط يوميا. وأضاف أن واشنطن توازن بين هدف وقف صادرات إيران النفطية وضمان استقرار سوق الخام، معتبرا أن وفرة المعروض في سوق النفط تسرع خطتهم في وقف صادرات إيران بالكامل. وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العزم على الوصول بصادرات نفط إيران إلى الصفر حالما تسمح الظروف في السوق بذلك. كثف كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين المحادثات، ويسعى كبار المفاوضين من الجانبين إلى التوصل إلى اتفاق قبل يوم الجمعة المقبل، عندما سيتم على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. فقد أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن وممثل التجارة روبرت لايتهايزر محادثات هاتفية مع كبير مسؤولي الاقتصاد في بكين ليو هي لمناقشة مسائل رئيسية متعلقة بالتجارة. وناقش كبار المفاوضين أيضا الخطوات التالية في محادثاتهم دون الكشف عن تفاصيل أخرى. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت شركة نيفيديا الأمريكية للتكنولوجيا استحواذها على شركة ميلانوكس المصنعة للرقاقات الإلكترونية والحواسيب الخارقة في صفقة بقيمة 6.9 مليار دولار أمريكي وبمعدل 125 دولار للسهم الواحد نقدا. وتأتي الصفقة ضمن توجه عمالقة التكنولوجيا في العالم لتعزيز صناعة الرقاقات. وفي هذه الحالة رقاقات تستخدم لإنتاج أجهزة كمبيوتر خارقة، وهو أحد الأسواق الحاسمة في عصر خدمات الحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن تتم الصفقة في نهاية 2019.